جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأمور التي تباح فيها الغيبة؟ لا تباح الغيبة إلا للضرورة، كالمشتكي الذي يأتي يشتكي عند الحاكم اعتداء فلان عليه وظلمه له وأنه ظالم وأنه يأكل الحقوق، أو المستشار الذي يستشار في شخص في تزويجه أو مشاركته، فإن المستشار يبين ما في ذلك الشخص من العيوب لا من أجل الغيبة وإنما من أجل النصيحة لمن استشاره. وكذلك في حالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبين ما وقع من بعض الأشخاص المجاهرين والمستهترين من أجل ردعهم وإقامة الحد عليهم.